السلام عليكم. اليوم إن شاء الله تنقترح لكم حصة جديدة من الرياضيات، أعداد من 0 إلى 999 1999، التقنية الاعتيادية للجمع والطرح. القسم الرابع جميع التمارين والتطبيقات الواردة في هذه الحصة، راها موجودة في كتاب المفيد في الرياضيات السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. قبل ما نبدا ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وبسم الله. التمرين الاول، قال علي عن مدينته: عدد سكان مدينه سلا اكبر من مجموع سكان الرباط والخميسات معا. نعم، اقرأي دعاء التمرين الأول. قال علي عن مدينته: عدد السكان مدينة سلا أكبر من مجموع سكان الرباط والخميسات معا. نعم، جيد جدا. سيري دعاء لهذاك الجدول وقراي اسماء المدن. طنجة، رباط، سلا، مراكش، خميسات. نعم، حسن جدا. الان اقراي عدد سكان كل مدينه. طنجة 971553. نعم. رباط 577827. سلا 982403. مراكش 928850. الخميسات 231000. حسن جدا. نعم، اذا هذه اسماء المدن وهذا هو عدد سكان كل مدينة. نعم، نرجعوا للمسألة. إذا ماذا قال علي عن مدينته؟ عدد السكان المدينة سلا أكبر من مجموع السكان الرباط والخميسات معا. نعم، إذا قال لنا علي أن عدد سكان المدينة ديالو سلا مالها أكبر من مجموع سكان الرباط والخميسات معا. إذا باش نتأكدوا من كلام علي شنو غنديروا؟ نحسب مجموع سكان الرباط والخميسات. نعم، نحسب مجموع سكان الرباط والخميسات معا. إذا عملية الجمع، عدد سكان الرباط هو 577827 زائد 231000. اكتبي. نعم، إذا اقرأي مجموع عدد سكان الرباط والخميسات معا. 808827. نعم، إذا هذا مجموع سكان الرباط والخميسات. مجموع سكان الرباط والخميسات هو 808827. إذا نقارنها مع عدد سكان مدينة سلا. سلا، نعم. نعم، لنقارن. أولا نحسب عدد أرقام كل عدد.
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا تساوى عدد الأرقام في العددين. إذا ننتقل الآن إلى أكبر رقم هو رقم مئات. مئات الآلاف. نعم. ثمانية تسعة. نعم. إذا ثمانية. ثمانية أصغر من تسعة. أصغر من تسعة. نعم. إذا مجموع سكان الرباط والخميسات أصغر من عدد سكان سلا. نعم. إذا كلام علي صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح. إذا نستنتج أن عدد سكان سلا أكبر من مجموع سكان الرباط والخميسات معا. معا. وننتقل إلى التمرين الثاني. تمرين ثاني، ألاحظه ثم أضع وأنجز. نعم، قرأي دعاء الأعداد. 308,077,632,132,120,521,581. نعم، جيد جدا. إذا أنت تلاحظي أننا في كل مرة اقترحنا عليك عملية باستعمال الالوان ديال هذوك الاعداد اللي كتبناهم تما في السبوره. شنو عندك تما المطلوب منك في العمليه الاولى؟ عمليه الطرح. نعم. اذا اول عدد غتكتبي هو ناقص 308,077 ناقص 96,832. نعم. 7 ناقص 2 تساوي 5. 7 ناقص 3 تساوي 4. 0 ناقص 8 لا يمكن. أكتب 1 وأحتفظ بواحد. 10 ناقص 8 2. 8 ناقص 7 1. 0 ناقص 9 لا يمكن. أضيف 10 إلى العدد الأول وواحد إلى العدد الثاني. 10 ناقص 9 تساوي 1. 3 ناقص 1 تساوي 2. فرق العددين هو 211,245. نعم. العملية الثانية. نعم، هي عملية جمع. نعم. إذا 96,832 زائد 96,832 زائد 120,581. نعم. أنجزي العملية. 1 زائد 2 تساوي 3. 3 زائد 8 11. أكتب 1 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 8 تساوي 9. 9 زائد 5 14. أكتب 4 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 6 تساوي 7. 7 زائد 3 تساوي 7. نعم. 9 زائد 2 تساوي 11. أكتب 1 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 1 تساوي 2. اقرأي المجموع. 217,413. نعم. العملية الثالثة. 1 زائد 7 تساوي 8. 8 زائد 7 تساوي 15. أكتب 5 وأحتفظ بواحد.
واحد زائد خمسة تساوي ستة، ستة زائد صفر تساوي ستة، صفر زائد ثمانية تساوي ثمانية، اثنان زائد صفر تساوي اثنان، واحد زائد ثلاثة تساوي أربعة. نعم، اقرأي مجموع العملية. 428,658. حسن جدا. نعم، وننتقل إلى التمرين الثالث. تمرين ثالث، أحسب دون وضع العملية. نعم دعاء، اقرأي. 900 زائد 100 كم تساوي؟ 1000. تساوي 1000. 1000 اكتبي. 900 زائد 100 تساوي 1000. نعم، العملية الثانية. 9000 زائد 1000. نعم، 9000 زائد 1000 كم تساوي؟ 10000. 10000 اكتبي. 90000 ناقص 10000. نعم، 90000 ناقص 10000. 80000. نعم، اكتبي 80000. نعم، جيد جدا. نمر للشطر الثاني من التمرين، اقرأي. 999 زائد 1. نعم، تساوي 1000. نعم. 9999 زائد 1. نعم، كم تساوي؟ 10000. نعم. 100000 ناقص 1. نعم، كم تساوي؟ 99999. نعم، اكتبي. حسن جدا، اقرأي. 999 زائد 1 تساوي 1000. 9999 زائد 1 تساوي 10000. 100000 ناقص 1 تساوي 99999. نعم. 900 زائد 100 تساوي 1000. 9000 زائد 1000 تساوي 10000. 90000 ناقص 10000 تساوي 80000. وننتقل إلى التمرين الرابع. كاتخيام اكزارسيس. J'effectue les deux opérations puis j'écris dans la grille. إذا شنو مطلوب منك دعاء هنايا؟ أنك تخرجي عمليتين، وحدة ديال الجمع والأخرى ديال الطرح، وهذوك الفرق والمجموع اللي لقيتي في العمليتين تكتبيه في هذيك الشبكة. أول حاجة غتبداي بها هي إنجاز العمليات. نعم، ابدأي. عملية الجمع. 640987 تساوي 99987. نعم. 7 زائد 7 14. أكتب. أكتب 4 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 8 تساوي 9. 9 زائد 8 تساوي 17. أكتب 7 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 9 تساوي 10. 10 زائد 9 19. أكتب 9 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 0 تساوي 1. 1 زائد 9 تساوي 10. أكتب 0. أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 4 تساوي 5. 5 زائد 9 14. أكتب 4 أحتفظ بواحد. 1 زائد 6 تساوي 7. 7 زائد 3 تساوي 7. نعم، اقرأي المجموع. 740,974. شحال عدد أرقام المجموع؟
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. نعم، شحال عندك تما؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ولكن باش عرفتي هذاك العدد غيكون بالضبط تما. حسن جدا، نعم، حيت رقم وحدات الالاف هو صفر. نعم، جيد جدا، اكتبي. سبعمائة وواحد وثلاثون الفا واربعة ناقص اربعون الفا ثلاثمائة واربعة وخمسون. اربعة ناقص اربعة تساوي صفر، صفر ناقص خمسة لا يمكن. نعم، اضيف عشرة الى العدد الاول وواحد الى العدد الثاني. عشرة ناقص خمسة خمسة، صفر ناقص صفر ناقص اربعة لا يمكن. اكتب واحد واحتفظ بواحد. نعم، اضيف عشرة الى العدد الاول وواحد الى العدد الثاني. نعم، عشرة ناقص اربعة ستة، واحد ناقص واحد ناقص واحد تساوي صفر، ثلاثة ناقص أربعة لا يمكن. أكتب واحد، أضيف عشرة إلى العدد الأول وواحد إلى العدد الثاني. نعم، ثلاثة عشر ناقص أربعة تسعة، سبعة ناقص واحد تساوي ستة. اقرأي العدد. ستمائة وتسعون ألفا وستمائة وخمسون. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. نعم، إذا تلاحظي أن رقم عشرات الآلاف هو تسعة. نعم، جيد جدا، وننتقل إلى التمرين الخامس والأخير. التمرين الخامس، أحددوا الأرقام الناقصة في العمليات التالية. نعم، تلاحظي دعاء أن عندك عمليات جمع وطرح لكنها ناقصة. نعم، شوفي العملية الأولى، عملية الجمع. تسعة زائد نقطة تساوي تسعة. نعم، إذا أشنا هو العدد اللي زائد تسعة فيعطيني تسعة؟ صفر. نعم، سبعة زائد نقطة تساوي صفر. نعم، إذا أشنا هو العدد اللي نزيدو على سبعة باش يعطينا واحد العدد رقم الوحدات ديالو صفر؟ نعم، هذاك العدد صفر تما راه ماشي صفر، راه صفر هو رقم الوحدات، يعني أن هذاك العدد في الحقيقة راه عشرة، رقم الوحدات ديالو صفر. إذا أشنا هو العدد اللي نزيدو على سبعة يعطيني عشرة؟ ثلاثة. اكتبي، سبعة زائد ثلاثة تساوي عشرة. أكتب صفر وأحتفظ بواحد. خمسة زائد واحد تساوي ستة، ستة زائد أربعة عشرة. أكتب صفر وأحتفظ بواحد. واحد زائد واحد اثنان. نعم، اثنان زائد نقطة تساوي صفر، يعني شحال نزيدو على اثنان باش تعطينا واحد العدد رقم الوحدات ديالو صفر؟ اشنا هو هاد العدد اللي رقم الوحدات ديالو صفر؟ عشرة. نعم، إذا اثنان زائد نقطة تساوي عشرة. ثمانية. ثمانية، اكتبي. إذا ثمانية زائد اثنان تساوي عشرة، أكتب صفر وأحتفظ ب واحد. واحد، نعم، واحد زائد نقطة يساوي خمسة. نعم، إذا أشنا هو العدد اللي نزيدو على واحد يعطيني خمسة؟ أربعة. صفر ناقص تسعة لا يمكن. أضيف العشرة إلى العدد الأول وواحد إلى العدد الثاني. نعم، عشرة. عشرة ناقص تسعة تساوي واحد. أربعة ناقص ستة لا يمكن. أضيف عشرة إلى العدد الأول وواحد إلى العدد الثاني. أربعة عشر ناقص ستة.
تساوي 6. نعم، اذا اشنا هو العدد اللي نقصنا منه 10 تبقى 6. 16. 16، اذا غتكتبي 6 وتحتفظي بواحد. نعم، هذاك الواحد اللي احتفظتي به في 6 غادي تعاودي تنزليه لتحت لعند 7. نعم، اذا 16 ناقص 10 تساوي 6. نقطة ناقص 8. نقطة ناقص 8 تساوي 1. نعم، اذا شنو هو العدد اللي لحيدنا منه 8 يبقى 1. 9. اذا 9 ناقص 8 تساوي 1. 1. 1 ناقص لا شيء تساوي 1. نعم، وننتقل الى العمليه الاخيره، الثالثه والاخيره. صفر ناقص نقطة تساوي 4. إذا هذاك العدد واش هو بالفعل صفر؟ لا. إذا هذيك راها 10. نعم، احتفظي، ردي الاحتفاظ. نعم، إذا 10 ناقص نقطة تساوي 4. أشنا هو العدد اللي إذا نقصناه من 10 يبقى لينا الفرق هو 4؟ 6. نعم، 10 ناقص 6 تساوي 4. نقطة ناقص 10. نقطة ناقص 10 تساوي 0. نعم، إذا شنو هو العدد اللي لحيدنا منه 10 يبقى عندنا 0؟ 10. نعم، كتب 0 وأحتفظ بواحد. نعم، ردي ذاك الاحتفال. 3 ناقص 10 لا يمكن، أضيف 10 إلى العدد الأول وواحد إلى العدد الثاني. نعم، 13 ناقص 10 تساوي 3. 7. 7 ناقص 1. 1 تساوي 6. نعم، قالك 6 ناقص نقطة تساوي 3. شحال نقطة من 6 باش تبقى 3؟ 3. نعم، نقطة ناقص 6 تساوي 4. نعم، إذا أشنا هو العدد اللي لحيدنا منه 6؟ الفرق هو 4. 10. نعم، احتفظي وردي الاحتفاظ لتحت. 10 ناقص 6 تساوي 4. نعم، نقطة ناقص 1 تساوي 3. 4 ناقص 1 تساوي 3. نعم، إذا 4. وبهذا انتهى درس اليوم من الرياضيات، الأعداد من 0 إلى 999,999، التقنية الاعتيادية للجمع والطرح. تنسوا تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء وخصوصا الأطفال اللي محتاجين هذا الدرس، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.